أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة حفظه الله عن إطلاق شركة داون تاون السعودية، والتي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة. وستسهم الشركة في تطوير البنية التحتية للمدن وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والأسكان. وستعمل شركة داون تاون السعودية على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة، حيث تنوي العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمستمد من روح مناطق المملكة وثقافاتها ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة. ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريع داون تاون السعودية الإسهام في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن المختلفة حول المملكة، مما يزيد من جاذبيتها ويعزز الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي لها، وكذلك توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص واستحداث فرص العمل لأبناء المناطق.